ونبقى أعزائي المشاهدين في الشأن الحقوقي المصري، حيث استنكرت حركة جامعة مستقلة في إحصائياتها الصادرة حديثا استنكرت الانتهاكات التي تمارس ضد الأساتذة المصريين في الجامعات، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الأساتذة المحكوم عليهم بالإعدام إلى 9 فضلا عن مقتل 13 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية. وفي تقرير لها بعنوان انتهاكات العسكر ضد أساتذة الجامعات، رصدت ما يعانيه أعضاء هيئة التدريس الجامعي في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو تموز من عام 2013 وحتى 19 من نوفمبر الجاري. معي للحديث حول هذا التقرير الدكتور أحمد عبد الباسط، المتحدث باسم حركة جامعة مستقلة. دكتور عبد الباسط، نرحب بكم. في تقريركم تحدثتم عن انتهاكات يتعرض لها الأكاديميون المصريون في الجامعات من اعتقال، قتل، فصل. هذه الانتهاكات كلها لماذا تجري؟ لماذا يستهدف الأكاديميون المصريون في الجامعات المصرية؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، أي نظام عسكري قمعي بيحاول يحارب أي عقول نابغة، بيحاول يمنع الناس عن التفكير، يمنع الناس أن هي تجد حلول منطقية وعقلية وعلمية للمشاكل المختلفة. هو عايز الحلول فقط تكون من الناحية العسكرية فقط، أوامر بدون تفكير. وعشان خاطر كده هتلاحظ أن حضرتك الجانب الجامعي من طلاب وأساتذة الجامعة منتهك، الحقوق فيهم منتهكة جدا. احنا لغاية النهاردة 25 نوفمبر 2015 عندنا 250 أستاذ جامعة معتقل، 250 أستاذ جامعة معتقل من مختلف الجامعات المصرية. ما هي التهم، يعني أكثر التهم شيوعا التي يتهم فيها هؤلاء؟ أكثر التهم شيوعا بالنسبة لأساتذة الجامعة بالإضافة للانضمام لجماعة إرهابية هي تحريض الطلاب على التظاهر أو تحريض الطلاب على العنف. طبعا هذه هي يعني التهم. وهل هذا صحيح؟ يعني حتى لو نسبيا، هل هناك شائع في جامعات مصر أنه أحد الأساتذة الجامعين يقول لطلابه روحوا تظاهروا؟ ويعني لو حضرتك مشيت في التقرير اللي احنا عملناه هتلاقي معظم الاساتذه اللي هم اعتقلوا من بيوتهم واعتقلوا من مطارات كراحين لمنتديات علميه او مؤتمرات علميه واعتقلوا من قلب مدرجاتهم، فولا كانوا في مظاهره ولا كانوا بيتكلموا على التظاهر. وحتى وان حدث، ده استاذ جامعه، يعني ده استاذ جامعه لو قال رايه او قال راي لطلابه ده باضعف الايمان. يعني عندنا مثلا استاذ دكتور سيف عبد الفتاح فصل من جامعة القاهرة من ضمن 40 أستاذ جامعة مفصول، وهو أستاذ السياسة وفصل بسبب أنه بيتكلم في السياسة. طب يعني لما أستاذ السياسة ما يتكلمش في السياسة، مين اللي يتكلم في السياسة تاني؟ ضابط الجيش مثلا؟ يعني هم عايزين مين يتكلم في السياسة؟ احنا في التقرير بس سريعا عندنا 13 شهيد، 250 معتقل، منهم 9 محكوم عليهم بالإعدام و5 بالمؤبد، و40 مفصول نهائيا من الجامعة، و137 معاقب إداريا ما بين إيقاف على العمل والإحالة للتحقيق من بين أساتذة الجامعة. هؤلاء الفئة الأخيرة، الاعتقال، المعاقبة الإدارية، ما هي حدود الأشكال أو الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات المصرية ضدهم؟ تمام. يعني الحالة للتحقيق أو الإيقاف عن العمل بتتم في الأول 3 شهور إيقاف عن العمل مع خصم الراتب، ومن ثم يتطور الأمر لمنع من التدريس ومنع من إلقاء المحاضرات ومنع من حضور الندوات وخصم المرتب كاملا. وإذا الأمر يعني عايزين يعني مع بعض الأساتذة لو يعني يقمعوا أكثر يؤدي الأمر إلى الفصل. يعني لك أن تتخيل أن أستاذة في كلية دار علوم جامعة القاهرة كان بتشرح تفسير القرآن للسيد قطب وتم احالتها للتحقيق بسبب ذلك. يعني هي ما شرحتش حاجه، هي شرحت تفاسير القران لمختلف المفسرين ووضعت من ضمن التفسير السيد قطب، فكانت احالتها للتحقيق وايقافها 3 شهور. طب على كل حال، بالنسبه للذين اعتقلوا وهم بالمئات، هل هناك تواصل مع عائلاتهم للوقوف على ما يتعرضون له في السجون؟ نعم، احنا في الحركة يعني زي ما بنقول كده معذرة الى الله واضعف الايمان، ان احنا بنحاول نوثق كل حالة، بنتواصل مع الاسرة، بنوفر لها محامي، بنحاول نضغط اعلاميا عن طريق حضراتكم وكل القنوات المحترمة. يعني في معيد في كلية التربية جامعة قناة السويس فقد القدرة عن الحركة والنطق بسبب التعزيف في معسكر الامن المركزي بالاسماعيلية الاسبوع الماضي،
فاحنا بتجينا هذه الحالات بنحاول نظهرها للطلاب وللاساتذه الشرفاء والحضرات كل الاعلاميين الافاضل، وبنحاول بقدر الامكان احنا نضغط في كل الاماكن يعني لعل وعسى ان احنا نجد اي حل في هذا النظام القمع يعني. اشكرك شكرا جزيلا، المتحدث باسم حركه جامعه مستقله دكتور احمد عبد الباسط. فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من أضواء من حقوق الناس، فابقوا معنا.